في خيالي أنا، في أحلامي أنا، غمض عين ونفتح عين نلقى أرض الأمنيات. والصح وين عالم لينا إحنا، ليخللنا إحنا الفرحالون والضحكالون هيمالون الفراشات. بالصح إذا حلمك تكون أمير وتطلع على الأبراج، حب نشوفك تلعب يلا معانا تلعب، تعيش وتشوف الأماني وانت في هيروز يوم معايا. خاصة مميزة نوعا كل شهر هي حلقة الألعاب. كما لعبكم راح يجونا أبطال هيروزوم اللي جازوا معنا في الحلقات السابقة لي 3 ديرنيغ، راح يجوزوا معنا عندنا ألعاب وجدنا لهم 7 ألعاب. بيان سور توجور معنا ميم تيم أروى حمزة وبابيسا. يا خوتي كي العادة ما كاش اللي ما يسناش حلقة الألعاب باسكو يتلاقاو فيها اللي صنعوا التاريخ تاع هيروزوم الأبطال. حلقة بزاف بزاف مميزة وعزيزة علينا. وانا تان حنتلاقى مع اصدقائي اللي عندي وقل بزاف ما شفتهمش. ايفيكتيفمون ونبداو نستقبلوهم الفريق الازرق. معكم ابتهال فهمي، المرة اللي فاتت كنت في كانديروم واليوم راني مع لي بلو. اسمي بوتينا ولقبي داودي، شاركت الخطرة اللي فاتت في ورشة جونيور ديزاينر. معكم ريهم شطاح، المرة اللي فاتت شاركت في ورشة بيبر هاوس، واليوم حنشارك في الألعاب وفريقي الأزرق. سلام، أنا اسمي عزو شعاز وديجا شاركت في هيروز يوم في ورشة بيتزا يولو، واليوم راني جيت في حلقة التحديات مع الفريق الأزرق واليوم راح نربحوا ان شاء الله. وسمني بلا عرار، خطر اللي فات كنت معاكم في ورشة غاردنر واليوم راني معاكم في ليكيب. انا لينا خلوفي، شاركت في ورشة شوكولاتري واني فرحانه كي طحت مع فريق الازرق. السلام عليكم، انا اسمي عبد الرحمن سالمي وكنت شاركت معاكم في الخطر اللي فاتت في ورشة بيكاسو واليوم جيت باش نشارك معاكم في الفريق الازرق. الفريق الاحمر. معكم احلى ميزاني اللي كنت معكم المرة اللي فاتت في جينيور ديزاينر واليوم راني مع الفريق الأحمر. سلام، أنا أمينة حميزي، كنت شاركت معكم في ورشة بيتزا يولو المرة اللي فاتت واليوم راني معكم في فريق الأحمر. اليوم معكم إليانا السعدوني من جزائر العاصمة، بالتحديد برج الكيفة. المرة اللي فاتت شاركت في ورشة بيكاسو واليوم جيت نشارك في حلقة الألعاب. واسمي أيمن مهداني، شاركت معكم في بيبر هاوس واليوم راني في الفريق الأحمر. سلام، معكم سلمي جمال،
اليماني في الفريق الأحمر. المرة اللي فاتت كنت في ورشة جونيور جارد. معكم مهداني فرح، هذيك ترى شاركت في ورشة شوكولاتخي، واليوم أنا معكم في الفريق الأحمر. معكم فاطمة زهرة طيان، الخطرة اللي فاتت شاركت في ورشة كانديروم، وهذه المرة راني معكم في الفريق الأحمر والفريق الأصفر. بونجور، نعبي الحمد لله بالقدوم، جيت من ولاية قسنطينة، درت شاركت من قبل في هيروزيوم في ورشة بيكاسو. أنا عمار سري محمد إيليا، شاركت المرة الماضية في جونيور جاردن، واليوم في الفريق الأصفر. معكم هي إيمان، ما يفات بكت بيتزا يولو، درك راني مع ليجو. سلام عليكم، أنا أنيا الواتي، ديجا شاركت في هيروزيوم في ورشة جونيور ديزاينر، ودوكا زديت في هذه الحلقة في الفريق اللون الأصفر. معكم رحمة سنوسي، شاركت المرة اللي فاتت في كاندي روم، واليوم راني في حلقة الألعاب. واجدين تحديات جداد؟ متحمسين؟ أيا خليكم مع المشاورات. نخليو كامل الفريق يتشاور ما بيناتهم، حنا نوجدو لا ميزون بلاس ونشوفو اللعبة الأولى اللي نحمدو فيها الحلقة. سما شكون اللي تبدا فينا اللعبة الأولى؟ أنا. لا لا حتى أنا زلت. صح انت تبداي اللعبة الأولى. جاب لي ربي. أنا كاتريا. أنا والليكيب تاعي تشاورنا شكون يلعب اللعبة كذا وشكون يلعب اللعبة كذا. أنا يختاروني وباه نلعب لاماغين، حتى واحد في الليكيب تاعي حب يلعب لاماغين، تما قلت لهم بلي أنا رايحة نلعب نلعبها. تعرفي تلعبي ميني بيار؟ وي. خلاص انتي تلعبي في ميني بيار، انتي تلعبي في اكس او، تعرفي تلعبيه، وانتي تلعب في بولينغ. فريق تاعي خيرني في جيبها في السلة، خاطرش خلينا الصغار يلعبوا في لعبات السهلين والكبار يلعبوا لعبات صعب شوية. أنا كنت حابة العفف في اللعبة تاع خيط حليلو، بصح كي تفاحبت مع الفريق تاعي قالوا لي لازم تلعب في ميني بيار. والليكيب الأحمر لازم انت تعرف تعرف تلعب، انت تلعبي بيار ميني بيار، انت تلعبي تجيبها في السلة، انت تلعب اكس او، انت تلعب خيط الحلولو، وانت تلعبي يدين ورجلين. كانوا عندي ثلاثه اختيارات كنت حابه نديرهم، وما حبوا يديروا لي يدين ورجلين. اللعبه الاولى اللي حنبداو بها حلقه اليوم هي لعبات ميني بيار. أروات فهميهم؟ وي بيان سور. كيما على بالكم كل لعبة وعندها شروطها، كيما ميني بيار عندها شروط بزاف خفاف. نبدأ لكم بالشرط الأول، لازم ما تدخلوش البروطة الكحلة حتى الأخر، إلا تدخلوها تخسروا. وعندكم ثلاث ثاني ثلاث مراحل، المرحلة الأولى عندكم 15 بلوطة، المرحلة الثانية عندكم 20 بلوطة، والمرحلة الثالثة عندكم 25 بلوطة. ميني بيار اللي كاع نعرفوها وكاع تعجبنا باسكو جاية كيوت، اليوم شرحتها لهم وعطيت لهم الشروط. أنتو؟ نعم. واجدين؟ وي. يلا بابي زا حلي لهم الفيلي. حقنا لحلقة الألعاب، كنقولوا حلقة الألعاب لازم تلعب بلا ما تتخيشي، وبيان سور كاين البر في كل لعبة. تفهمت أنا والفريق تاعي كل واحد وش راح يلعب، وأنا راح نلعب ميني بيليار. 3 2 1 جو. فايت. هذه اللعبة ما نعرفهاش وجامي سمعت بيها، بصح دوك نلعبها. كيفك؟ في الجولة الأولى دخلت البلوطة الكحلة، وست بلوطات مازال ما دخلوا، ما كانوا مازال ما دخلونيش، أنا تقلقت بزاف. كنت خايفة تجيني وعرة، في لالموسى جاتني وعرة. أنا يا كنت حابة من الأول نلعب اللعبة تاع خيط حليلو، بصح كي تفاهمت مع الفريق تاعي قالوا لي لازم تلعبيه في الحلقة تاع في اللعبة تاع ميني بيار. حلقة اللعبة خلصوني. ميني بيار أصعب لعبة، وعلاش؟ قولوا لي وعلاش؟ وعلاش؟ باسكو لازم تحس كل فريق لازم تشوف البلوطة الكحلة إذا هبطت ولا لا لا، وهذاك ما كاينش الفار ما نغزمو، كاينين عينين المقص تاعي. الجولة الأولى قالوا لنا بلي لازم ندخلوا 15 كورية،
تدخل هذيك الاخر سله. بصح لازم الكره الكحله ما لازمش تدخل. في اللعبه الاولى اللي هي فيري بيار، بوثينه كانت تدارت مع البلوطه الكحله. الكره الكحله هي اللي جاتني صعيب، هي اللي تصعبت كلش، لاخاطش هي اللي كانت الاولى. صافي لازم ندني وندني والوقت ما يكفيش. إليانا لعبتها وشنو هي نسيتها. ميني بيال لا دانيا وي بحت جبنا الأولى. برافو الفريق الأحمر اللي فاز بالمرتبة الأولى في هذه المرحلة. بابي سادوكا روحي احس بينا ما بين الفريق الأزرق والأصفر، شوفوا شكون عنده لو موان دو بول. أوكي على 2 4 5 6. الوغ الفريق الاصفر عنده الازرق عنده 5 بلوطات. اوكي 5 عند الفريق الازرق الاصفر. في الجوله الاولى دخلت لي البلوطه الكحله وكانوا عندي 6 بلوطات. وصلت عند الفريق الاصفر. تما في المرحله الثانيه ياتي الفريق الازرق والفريق الاصفر يحتل المرتبه الثالثه في المرحله الاولى، ودوكا نروحوا للمرحله الثانيه وين حيكونوا 20 بلوطه. زروقه كانوا دخلت لهم بلوطه الكحله بصح بقى لهم 5 بلوطات نورمال، والحموره كانوا فازوا. واجدين المرحله الثانيه وي بابيسا 3 2 1 نعطيك الجو. الجولة الثانية قالوا لنا لازم ندخلوا 20 كورة. مانيش خايفة نشك هبك ندي المرتبة الثانية ولا الثالثة. الكحلة قالت غير تروح أقوش أضربت منه ومنه، بصح أنايا خليتها الأخرانية كنت نمشي بلا خطوة بخطوة باش ما تروح ليش بشي خطوش هي لازم تطيح الأخرانية. ما كنتش كاع نشوف فيهم، كنت مركزة يعني شجعوني وقلقوني نص نص. ما كنت عالعب تدخل هذيك البلوطة الكحلة تدخلها داخل الاخر، حنا نقول لها ما تدخليهاش هي عاود تدخلها. بوثينة راهي تدرب مع البلوطة الكحلة. في الجولة الثانية جاتني سهلة خرجت فيها بزاف البلوطات، البلوطات هذوك الألوان خضر عندها بزاف، بصح كانوا يطيحوا لي صافي الكحلة هذي بقات الأخرانية عرفت كيش نديرها. برافو. وزيد الجولة الثانية تانت كلاسيك الأولى. ليكيب تاعي شجعوني وقلقوني أمامت. والأخرى يعني شجعوني وقلقوني نص نص. برافو للفريق الأحمر اللي جاء في المرتبة الأولى للمرة الثانية. يأتي بعده الفريق الأزرق والفريق الأصفر أون كومين فوا في المرتبة الثالثة. خسرنا خلاص ودوكا ندوزو آخر مرحلة. الجولة الأولى لا بخميه وزيد الجولة الثانية لا بخميه والجولة الثالثة تانت حازت نولي الأولى. لحقنا آخر مرحلة في لعبة ميني بيزار. دوكا عندكم 25 بلوطة تقدروا لها زعما؟ وي دوك نشوفوا. ألوغ 3 2 1 الجولة الثالثة عدد البلوطة زادوا بزاف بصح أنايا عرفت كيفاش نلعب بيها. الجولة الثالثة هي جاتني صعيبة كاع على خاطش 25 كورة، والكحلة مام هي اللي كانت الأولى. كشغل خيبت لنا الأمل بزاف باسكو قالت لنا أنا عرفت نلعبها وكلش، خليناها تلعبها ومن بعدها خسرت. الفريق الأحمر يربح مرتبة الأولى في لعبتي ميني بيار. رحمة قال ما كانتش فاهمة بكاع بلي البلوطة الكحلة لازم تدخل. الفريق
الاصفر كاملين زحفوا عليا. ودوك النتائج النهائيه، المرتبه الاولى تعود للفريق الاحمر. اللي انا شاطره ربحت الاولى والدوزيام والطروازيام. ربحنا اللعبه الاولى ومازال حنا نعاودوا نربحوا في الالعاب الجايه ان شاء الله. ياتي بعده الفريق الازرق. ما جيت الاولى ما جيت الثالثه، جيت الدوزيام. وهكذا الفريق تاعي ما يزعفش عليا لاخاطش على الاقل ما خسرتش. خيبه الظن. واخيرا الفريق الاصفر، مي سي باغا مازالنا مطولين هنا. ودوكا نروحوا للعبه الثانيه. اللعبة الثانية هي لعبة يدين ورجلين. شفتوها ديجا؟ وي. ما بيسا تفهمينهم أكوغ؟ وي. أيارا. ألوغ، قانون يقول أنه لازم يحط لي كارو رجليه ويديه داخل لي كارو، ماشي لازم يخرجهم. لي غلط كارت روج. وفيك الفريق الأحمر هو اللي ربح المرة اللي فاتت، دوكا هو اللي يبدا. أوكي داكا، ولازم تعرفوا بلي كي تكون مرسومة يد يمنى تحطوا يديكم اليمنى، ماشي لاكوش، أوكي؟ أيا. لازم تركزوا. انا كنت حاب ندير خيط وحليلو بصح هما ما قالوا لي يدين ورجلين. درت عطيني جو. 3 2 1 جو. خلاص يجوز. بعد الفريق الازرق واجدة؟ وي. ايارا. هلا. حبيت نلعب يدين ورجلين لاخاطش شفتها شابة للالعاب وقت اخرين. لازم اوميلتو. لازم في وقت واحد. لازم تصوتي اصلا. لازم بين ثلاثة في وقت واحد، داكوغ؟ تبان لي باللي سهلة شوية. لازم في وقت واحد قلنا. نشوف مع اللو قبل ما نبدا ونشوف نحفظهم شغل نحطهم في راسي. الفريق ديالي كان يشجعوا فيا، كان يقولوا لي ايمن ايمن. اي برافو. حسيت روحي يا بطل. انا حصلت في الطروازيام، حصلت فيها ما قدرتش. شغل تخلطت لي عن بالي جلية هما يدية ويدية هما رجلية. جو. وفي هذيك اللحظة راح لي كامل التركيز، ما عرفت كاع وين نحط يدية وين نحط رجلية. فهمت هي مرسومة رجل وأنا نحط يد في الماء. غلطتي في الرجل وفي الأولى ما درتيش أون ميم طون وقت واحد. هذه اللعبة غير بديتها جاتني صعيبة ما عرفتهاش كامل. أيمن أيمن. أنا اللعبة اللي كنت نشجع فيها بزاف هي اللعبة الثانية واللي هي لعبة يدين ورجلين. أيمن 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 كان هذاك الطفل صغير اللي كان يلعب معنا يعني كان جايبها، مي كانت بابيسه دايما تقول لك غلطك غلط، هذيك زاد تقلقتنا كامل. كاملين عينين المقص تاعي. يلا الفريق الازرق. نوصل ما حطيت لي موفي بي مي قصدي. هي تبان هكاك سهله بصح كي ما نكونوش مركزين غير شويه شغل نجيبو كلش نغلط. لا 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 ولازم قاعدة ضربة واحدة في الأولى تصوتي هكذا. صح الفريق تاعي هو اللي خيرني نلعب هاد اللعبة، ما يزعفش عليا. أيمن 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 تركيز تركيز تركيز. أيمن 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 أيمن. بابي سمع لوكي قالت لي ما قاش فرحت، وماذا كيزة تكمل حمزة موت بالفرحة. برافو الفريق الأحمر. زيد الفريق الأزرق. ليها ليها
يدين ورجلين لازم تحس الخط اليدين الرجلين بيان سور ما تنساوش اليوم ولا اليسرى 3 2 1 باجي لا 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 ما تحسبش لا في وقت واحد قلنا 3 2 1 جو رحي 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 خير زيدي 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 ايا 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 انا ديت الدوزيام والاصفر هو التخوازيام الوغ في اللعبه الثانيه اللي هي يدين ورجلين ياتي الفريق الاحمر للمره الاخرى في المرتبه الاولى ياتي بعد في المرتبه الثانيه الفريق الازرق واخيرا الفريق الاصفر رحمة مع الأول كيف دينا في اللعبة ساميني بيال ديت المرتبة الثالثة وزدت أنا ديت المرتبة الثالثة ما كيفش حنكملوها نشوفوا اللعبة الثالثة؟ وي يلا رانا لحقنا لعبة لاماغيل لعبة أسطورية كم لعبتوها نورمالمون؟ وي أروى تفهمينهم كمان؟ وي أما لاماغيل لعبة أسطورية وبلا ما نشرحوها كاع نعرفوها عندكم تاني كادية الحجرة اللي راح ترموها لازم تكون في كاع الأعداد ولازم ما تقيش الخط ولا تكون خارج أخسوكو هكاك تكونوا تخسروا ونزيد نعطيكم نصيحة كونوا ومشوا بلا قلب ما تتقلقوش أوكي؟ ركزوا بنا شكون الاول الاحمر باغسكو هو اللي ربح في لعبه الثانيه ايا يتفضل معنا الفريق الاحمر يلا لا ماغيل اصعب واصعب لعبه في ايروجو مرة نلعب لاماغيل بزاف الحومة أنا وصحاباتي نحبوها بزاف وكل ما نخرجوا نلعبوا مع بعض دايما نلعبوها هي برافو شيراز من المرة الأولى جابتها صحيحة الحمد لله وإن شاء الله راح نكمل كيما راني لا دوزيام فهمت روحي موالفة لاماغيل وي باينة الفريق الأزرق في اللعبة الأولى وفي اللعبة الثانية في زوج جاء في المرتبة الثانية وإن شاء الله هذه خطرة في لاماغيل راح نجيبوا المرتبة الأولى فريق تاعي غير أنا اللي نعرف لعب لاماغيل وحتى واحدة ما تعرف تلعبها سبق غير أنا اللي لعب بعقلك ما تزوجش الوقت حمز بزاف حمل الله المره الاولى غلط ايا لازم ترفديها بالخمسة بس نسرح هبدا برافو الله برافو دو كملنا هبدا برافو ثلاثة أمينة قاست في ستة على غزمة بابي زي ما تعطي وينه
سمحوا لي بصح هذا الخطرة تاع لا ماغيل كانوا خفوا فيه ضروا فيه. فوالا برافو خمسة بعيدة. رانا ايش صوتي؟ صوتي وبنا عرفتوا بنا روحكم باش نشوفوا فيهم اللي ما انا في المرحلة اللي جبت سويس وانا عبالي بلي احنا نربح في هذه اللعبة. نسرح ومن الفريق تاع حالي فكرها اكيد طيسو يا ناصر قصتي بزاف. شيرات كانت تعرف تلعب واميره كانت معايا نفس الرقم كل النهار نمشي صافي راس كانت فايتتنا بزاف. شيرات 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 لا ليه ضربوني بعيني مشي القدرات هي العين اللي ضربتني على ذيك ما جبتهاش. هيا فرق أصفر حسك يحد يرونا المقاطة ولا لا فعلا خبنا برافو. رغم ثلاثة قعدت فيه واحد السنك فوق نعود به بس ما جبتها وكرفتي من خمسة ماشي من ثلاثة. اوكي 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 دوري كرفتي من خمسة خبنا. هذيك لابوت انا غنرميها هي ذاك تروح تروح ليك يعني عدوني فراق الاحمر. لا لا امينة بهدلتنا في لاماري. برافو. ارقام كامل جوني سهلين الحمد لله. تسات نيميرو سات هي اللي ما قدرت لهاش. انا كي كنت نلعب لاما غير كي كنت نتيري في باطا في نيميرو 6 كنت بزاف نغلط هما كانوا يتقدموا انا كل ما نتيريها كانت تجيني مع الخطيه بعد الرجل هذيك هما كانوا يتقدموا وانا كنت روطار عليهم. امينه بهدلتنا في لاما غير دعوني نتلحو كيرا كذا ردي 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 دوكا دوكا فوالا كانت متحلفة فيا الرقم 7 كان متحلف فيا ما قدرتش نجيبها بقيت نحاول نحاول حتى جبتها. لا دي عندي قازت منا يس جبنا المرتبة الأولى. قلت لكم بلي راح نجيبوا المرتبة الأولى في لامارين وشيراز وقالت لي بلي أنا نجي المرتبة الأولى ودرت فيها الثقة وجت هي الأولى. برافو للفريق الأزرق اللي كسب المرتبة الأولى في لعبة لا ماغيل. دوكا نزيدو نلعبو شوفو شكون اسكو الصفورة ولا الحمرة هما يجو في دوزيام بلاص. أنايا كملت الدور تاعي الحمد لله ودوكا راني متحمسة باه نشوف شكون راح يكلاسي الثاني لي غوش ولا لي جون. فوالا لا 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 أنيا ولا اللعبة المرحلة المتقدمة خوتي كي العادة. أنا
كل ما كنت نشوفهم يزيدوا يتقدموا اكثر وانا حاصله في هذاك النيميرو 6 كنت قاعده غير نتقلق نتوتر بزاف. خبزه متمنية برافو ايا سوي لا قبل ما تغلطيش صوتي ايه انيا برافو ميرسي باش جبتها. ياتي الفريق الاصفر في المرتبه الثانيه. والله ما غير واقيل عندنا امل باش نربحوا في اللعبات الجايه. والفريق الاحمر اللي كان دو فوا بروميير دوكا راهو في المرتبه الثالثه. الفريق تاعي ديال المرتبه الثالثه في لعبه لا ماغيل بسبتي كنت شويه زعفانه مي هما زادوا شجعوني قالوا لي يعني كنا دينا زوج مرات المرتبه الاولى سما ماشي غراف بزاف. امينه بهدلتنا في لا ماغيل. مالي سي باغا مازال متواصلين قدو معنا ندوزو للعبه الرابعه. حلقة اليوم هي لعبة دخلة في السلة. ألو حمزة لك الكلمة. حاجة الأولى لازم ما تفوتش هذا الخط وترفد هذه وتفيزي على الوسط ودخلة جيبها في الوسط. كمثال جيبها في السلة. حمزة جيت تولي لهم ما قصتهاش. شحال هذا تكون حتى من بعد ما تجيبهاش. أباك شاش عصايب ولا نحتك هذاك الموقف. سيدها. ولي دخل كتر في لي دخل كتر لي دخل كتر. أقصر وقت. في أقصر وقت. هو رابح. هو رابح هذه هي. دونك اللي يجوز هو الفريق الأزرق. خير جيبها في السلة لا خطر تشبه الكرة السلة ونحب لي جيتها لي سبور. Round one. Go. هذوك البلوطات يجوا قراب يجوا بعدنا بوش قاعد يدخلوا دخلت السلة. وين؟ ما تبعت بزاف ما تبعت. الفارغ تلمو الفارغ تاع شجعني ولي تركز كثر في الكوره قبل ما نرمي. ايا 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 في الاول كان قاعد يزغب ومن بعد حنايا كي كنا قاعدين نشجعوا فيه قلنا له دير بعقلك وركز مليح وكي سمع لنا جابها في السله. قلت تكمل. ايا ايا هذه جيبها هذا. برافو بابيسا. الوغ دير دقيقة و 40 دوك راح نحسب كرونو و دوكا تحسب لنا داخل 11. برافو 11 نقطة للفريق الأزرق. و دوكا يجوز الفريق يجوز دوكا الفريق الأصفر. ما فين نمارس هذه الرياضة في الدار ما فين نحط سلة تاع حوايج ونتيري بالبلوطات ودايما كنت نربح خويا. راوند 2 2 1 جو. في بداية اللعبة كانت تجيني صعيبة باش كنت ندخلهم داخل السلة. كاع لي بلوم يدخلوا. مع الأول كنت نتيري بلوطات كانوا يدخلوا لي غير الزروقة. Ça change de couleur.
باخذ اوكي طمال داو يدخلوا بالعقل وكاين شويه طاحوا بعيد وشويه طاحوا قريب يا 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 لا دانيا برافو الفريق الاصفر قول لنا بابيسا الوغ دارت دقيقه و16 دوك نشوف شحال اوكي دقيقه و16 دخلت جو بونس دخلت بزاف دارت 14 14 نقطه للفريق الاصفر برافو و دوكا اخر فريق راح يدوز هو الفريق الاحمر فريق تاعي خيرني بجيبها في السله خاطرش خلينا الصغار يلعبوا في لعبات سهلين والكبار يلعبوا لعبات صعب شويه 3 2 1 جو الفريق الاحمر ربح زوج مرات وخسر مره ولازم هذه المره نربحوا شفت لي جون كيفاش لعبوا لي بلو كيفاش لعبوا نورمالمون شي ندي الخبره منهم احلام لا فيزي بلا خبره شي كلام دروا واه ما جابتش الصفر هذا الحمراء جابت انتي ليها بلاقل طيح غيرها هنا انتي ليها فور طيح بعيد ما فهمت لهاش قاعد السلة شنو انا كنت نشد فيها هي جيبها في السلة اللي لعبتها احلام دابا نمشي شكون اللي جات قبل هذه السكورة السكورة هما اللي راح يكونوا الاولين دانيال لعبة تجيبها في السلة شوية صعيبة بارابول لي جو الاخرين برافو الوغ دارت 1 مينوت 23 ودخلت 8 بلوطات بصح نعاود نروح نشوف اونكا اي اوكي كونفيرمي هذه هي فوالا 8 8 نقاط للفريق الاحمر النتائج النهائيه للعبه تجيبها في السله المرتبه الاولى تعود للفريق الاصفر وي جيت الاولى فريق الاصفر ديما فوق يأتي بعده الفريق الأزرق المرتبة الثانية خير من والو في جيبها بسلة لعب بلال وكان بزاف شاطر وعرف كيفاه يتيريها ويجيبها بسلة جبنا 11 كرة وكنا بزاف فرحانين بالمرتبة اللي جبناها هات المرتبة الثالثة الفريق الأحمر شوفوا لعبة الخامسة يلا الخامسة هي لعبة ميني بولينغ دوك خلي أروى هي تفهمكم كيفاش طبعا تعرفوها صعنا إجاءت سلامة نعم إجاءت سلامة ولازم تشدوا كرة البولينغ هكا باسكو تقدر تزلق لكم من يدكم تقدروا تطيحوا وتزيد تطيح معكم وتخسروا باسكو هذيك البلوطة البولينغ بزاف ثقيلة معناتها أنايا لازم نحافظ عليهم ونقول لهم كيف يرموها بالطريقة الصحيحة وعندكم كامل ست مراحل اوكي اوكي 3 2 1 جو برافو الو 4 5 6 نحاسيس برافو دونك ست نقاط للفريق الاصفر يجوز الفريق الازرق اهنيني بيا كنت حابه لعبه كانت سهله بزاف الكرة كانت بزاف ثقيلة وما قدرتش نلفتها بالسين باش نلفتها برافو 1 2 3 4 5 6 7 نقاط للفريق الأزرق في المرحلة الأولى كنت خير من الفريق الأصفر جبت فيها 7 نقاط واجد عدالي واجد هاك انطلق جامد 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 برافو
المرحلة الأولى توقنا للفريق الأصفر والفريق الأزرق باسكو طيحنا 10 نقاط. يعاود يجوز الفريق الأصفر هو الأول في المرحلة الثانية. تفضل. واجد. 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 وي. ديلو لي مونطادو ولا ما ديلوش؟ في المرحلة الأولى لي روج ولي بلو راهم خير منا، بصح في المرحلة الدوزيام قررت باش نربحوها. جو. إيه. برافو. دخلنا ساعة. ما شاء الله. ثمانية. ثمان نقاط للفريق الأزرق في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية جبت ثمان نقاط، كنت خير من المرحلة الأولى. يلا الفريق الأحمر. يا جمال يا جمال. ثمانية. ثمان نقاط للفريق الأحمر. لي روج ثمانية ولي بلو ثمانية، صح أنا كيتيري جبت تسعة وقلت لكم لي حنفوتها. الفريق الأصفر تفضل. اه كونسونتري بيان شويه صغيره هذه الفرصه الاخيره تاع ما جبتهاش. في المرحله الثالثه طيحت غير واحده بصديقتي بزاف. نقطه واحده للفريق الاصفر. الفريق الاصفر دار غلطه مع الاخر باسكو علاش باش يتيريها في الارض تحتيرها الفوق دلا هكا راح طيحت وحده وراحت كملت القدام. يلا الفريق الازرق تفضلي. لينا الشرب باش تشريها قبلها احتياتها من هربت لها منا. المرحله الثالثه مطيحتها الكره هي اللي خسرتني في الشل. غابت المرحله الثالثه ما خدتش عليكم. كانوا متحمسين وبعد ديك رحلوا من النشاط جو بونس. معليش شوفوا الفريق الاحمر واقيلا تيجي شويه. اكويت وي ربحنا البوني. يأتي في المرتبة الأولى في لعبة البولينغ الفريق الأحمر مع 26 نقطة، بعدهم 16 نقطة يجي الفريق الأصفر، والفريق الأزرق في المرتبة الثالثة ب 15 نقطة. في المرحلة الثالثة هي اللي خسرتني يا في لعبة وجيت المرتبة الثالثة. يلا شوفوا لا سويت. وي ليتس جو. رانا لحقنا لعبه اكس او صحه الخطرات انها شويه سبيسيال عمره كون ماركيتو ما كاش طابله ما كاش كاس باسكو انتو هما الاكس او. خوتي قلت لكم شحال من خطره هيروز يوم عندها جديد. جاوبني اكس او تاع اليوم كيما تاع ديك خطره. لا لا اكس او تاع ديك خطره كيما تاع اللي قبلها. لا لا دونك عندكم كل قائد راح يختار زوج معاه باش يعاونوه باش تلعبوا. اوكي عطيهم بالفريق الاحمر إليانا. إيه؟ خيرت معايا باش نلعب إكس أو إليانا وأمينة. شكون تخير؟ أنا كنت حاب بزاف نلعب بولينغ بصح الفريق تاعي ما خلانيش نلعب بها خيروا لي إكس أو. داكو واجدين؟ يلا سي بارتي. هل أنتم جاهزون؟ جاهزين. لينا الفريق الأحمر الأصفر الأحمر الأصفر الأحمر الأصفر. الفريق الأحمر كانوا يلعبوا بطريقة ذكية. أولا أوكي دكتور. الأحمر برافو. طفلة ما قلت لها ديجا وين تروح راحت وحدها هي اللي خسرتنا. كنت حنقول هما كانوا واحد من وواحد من وكانوا حي يغلقون وطفلة كانت من كانوا حي يربحونا باش نقولها روحي لهي حتى لقيتها قاعدة منا حتى لقيتها صوتات وحدها لهنا. اوكي تخي استراتيجيك استراتيجية هايلة. صفورة درنا لهم هاك هاك ربحناهم. برافو للفريق الأحمر عندهم استراتيجية هايلة في هذه المرحلة هذه. ودوكا راح نشوفوا الفريق الأحمر ضد الفريق الأزرق.
كنت كشغل شويه خايفه كي شفت الحموره لعبوا وغلبوا صفوره ما خيرونيش في اكس او نلعب ما على باليش علاش بزاف كنت حابه نلعب اكس او الاحمر الله الله الازرق الاحمر الفريق الاحمر ما كانش فيه تفاهم وتنظيم ما بيناتهم كانوا عشوائيين الازرق الاحمر اوكي الازرق خلاص برافو درت ثقة في روحي وربحت الحمورة برافو الفريق الازرق اللي فاز بهذه المرحله ودوكا دوك نشوفوا الفريق الازرق ضد الفريق الاصفر لحقنا اخر مرحله واجدين وي شكون يلعب اروى الفريق الازرق باسكو هو اللي ربح في المرحله الثانيه يلا اوكي كي الاصفر الازرق الاصفر الأزرق الأصفر أوكي برافو غلقنا لهم هنا من ربحونا من كل ما كان غلقنا لهم من ربحونا من كملنا بلعبة إكس أو والنتائج النهائية هي كالآتي يأتي الفريق الأزرق في المرتبة الأولى في المرتبة الثانية عندنا الفريق الأحمر والفريق الأصفر في المرتبة الثالثة خلاص نروحو نشوفو لا سويت وي واجدين وي سي بارتي اللعبة الأخيرة اللي راح نختموا بها حلقة اليوم هي لعبة خيط وحليلو من اللي بدأت الحلقة أنا سنة باش نلعب خيط وحليلو شفتي كيف هو اللي خيرني باش نلعب خيط وحليلو وأنا متأكد باش نربح الفريق تاعي عاد غير أنا في الفريق تاعي اللي مازال نلعب تحت لعبة ودونك راني حنلعب لعبة خيط وحليلو حمزة فهمهم ستوبلي تبعها بعد ماشي تبدأ تريشي منا شو تحكم هذيك اللي يديرها ديرها في لسانك وقاعد تلوي بها في لسانك والاول اللي يكملها هو الرابح وماشي زعما نعطيكم هكا زعما يطيح زعيم وما يبداش يدها بيدو باسكو الفار كاين هنا هنا ديروا يديكم وظهركم داكو ايا يديك مور ظهرك يديك مور ظهرك ديروا الخيط في فمكم علي شغل اللي ما قدرتش انا نطلعها فمي على خاطر جاتني شغل صعيبه حسيت روحي كان نجبد في الطاقليات اللي طيبه لي عندي عنده واحد طريقه كيفاش يطلع الخيط احكمني الفورير كنت نشوف في الزروقه كانوا بزاف رابيد انا نجي اصلا قبل ما نبدا كنت حاسه روحي بلي حنا ماشي حنا نجيبها كيما كنا قبل ما نبدا كنت نجرب كشغل كانت ما حبش تطلع عليها باش تبلي عندي مرتبه خفاز يعني كنت حابه نخش شويه بصح غشيت شويه بصح كشغل جاتني صعيبه ما قدرتش الازرق هو الاول اللي يكمل دونك نزيدو نشوفو ما بين الفريق الاصفر والاحمر يلا نو ايناس اتون نورمالمون الفريق الاحمر يعاود شوفوا بعد شويه لالا باش ما تشوفوهاش الكاميرا بصح انا
قلت هاد وش بيها وشي رايحة تدير من اللور. أنا قلت خلونا نروح نشوفه. نلقاها تطلع بيديها حكمتها أن فلان كون ديليغ. قلت لها مشطاب كارتي روج هادي تخرج من اللعبة. كان يتقوشي كانت تطوي الخيط وتبش طلع وتمتم مش يديها سهل. فريق زرق لكم تبيعوا فيها لكم رابحين. محاولة غش من طرف الفريق الأحمر. ألوغ هما اللي يكون في مرتبة ثالثة أوتوماتيكمون. غش أون لايف. هاكم شفتوها بعينيكم. دوك الفريق الأصفر هو اللي راح يكون في المرتبة الثانية. و لي روج أون ديرني هذه هي اللي غش. المعلومة أنا كنت حابة نشارك في الآخر تاع البيارة. خطو حليلو جيت أنا الثاني خير من الجاية أنا الثالث. دوكا نروح نشوفوا عاد الأزياء. وي اللعب نهار اليوم كان خلاصو بصح قبل ما نشوف تسليم الجوائز خلونا نستمتعوا بعرض الازياء. بنيت لك حيوطك بالساس حيوطك بالساس كيف راد الخطر بالوان 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 الخطر بالوان حتى المياه جرات في الغصاص جرات في الغصاص عمري عملت لك طير يغني بالحان 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 يغني بالحان بنيت لك حيوطك بالساس حيوطك بالساس سوقت كيف راد الخطر بالوان 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 الخطر بالوان حتى المياه جرت في الغصاص جرت في الغصاص عمري عملت لك طير يغني بالحان 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 يغني بالحان العين تنهدى ماشي خسارة فيك تناكر العشرة والخير تبدل عمر القلب لي كان يبغيك انت ناوي ترميني في بير يا 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 وعلى شل غدر وعلى على شل غدر وعلى على شل غدر ما الخطر بالوان 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 الخطر بالوان حملت فيه محبة ما حولت حبة ما حولت ولا عملت دوني ولا زلت 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 ولا زلت Thank you.
ما شاء الله على لي بيتي مان كاتانا انجاز هذا عاد الازياء اللي كان لو تيم ديالو هو اللباس التقليدي الجزائري ودوكا اخر مرحله راح ندوزوها هي تسليم الجوائز. انا لحقنا نهايه حلقه الالعاب الو يا اطاش من الحال وي ما ندوزو تسليم الجوائز. حمزة يعطيك الصحة حمزة راهو جاب لي لي ديبلوم تاعكم. الوغ فككم في الجوائز فيكو هذه حلقة خاصة يعني حلقة الألعاب عندكم كامل شوكولا عند الوجدان وحلوة من الحليلو. نبداو؟ نوزع؟ يلا نبداو لعبات يدين ورجلين. المرتبة الثالثة تعود لآلاء رواوة. كي قالوا لي بلي ديت المرتبة الثالثة زعفت شوية خطر كانوا يشجعوا فيا الفريق تاعي وداروا فيا ثقة وأنا خذلتهم دوزت الثالثة. فائزة المرتبة الثانية هي ريهام شطوح. والمرتبة الأولى تعود للفريق الأحمر مع أيمن مهداني. شكرا لك. لعبة إكس أو اللي كانت اليوم مميزة. المرتبة الثالثة تعود لي عمار صراي. فائزة المرتبة الثانية هي فرح مهداني. مبروك. والمرتبة الأولى في إكس أو تعود لي ابتهال فهمي. بابا ابتهال بالثقة في روحي وربحت الحمورة. جوزو دوكا لعبات لا ماغيل. المرتبة الثالثة تعود لي أمينة حميزي. فائزة المرتبة الثانية هي أنيا الواتي. والمرتبة الأولى تعود أنكور فوا للفريق الأزرق مع شيراز عزوز. مبروك عليك شيراز. يس جبنا المرتبة الأولى. قلت لكم بلي راح نجيبوا المرتبة الأولى في لاماغين. نجوزو دوكا البولينغ. ألوغ المرتبة الثالثة تعود لينا خلوفي. ما كنت حابة نلعب هاد اللعبة خاطر شدتني صعيبة. كنت حابة نلعب الأولانية سهلة وكنا قادرين نفوزوا فيها ونجيو المرتبة الأولى. فائز المرتبة الثانية هو أيمن هالي. مبروك أيمن. كون ماشي مرحلة طروزة وكنا جينا حنا الأولين لا غالب. والمرتبة الأولى تعود لجمال سلمي اللي دار اليوم دو سترايك. برافو. وي ربحنا البوني. لعبة ميني بيار. المرتبة الثالثة تعود لرحمة سنوسي. طب رحمة كي خديت المرتبة الثالثة الفريق الأصفر كامل زعفوا ليا. تعود المرتبة الثانية لبثينة داودي. وهكذا الفريق تاعي ما يزعفش عليا لاخاطش على الأقل ما خسرتش. وتأتي في المرتبة الأولى إليانا سعدوني. طب إليانا لعبة تجيبها في السلة. ألوغ المرتبة الثالثة تعود لأحلام ميزاني. طب أحلام. فائز المرتبة الثانية هو بلال عرار. مبروك بلال. في لافان دخلت 11 كورة وجيت مرتبة ثانية. والمرتبة الأولى تعود لسيرين بنت واتي. طابو سيرين. وي جيت الأولى كنت على بالي بلي نجي الأولى باسكو كنت نمارس هذه الرياضة في الدار. آخر لعبة وهي لعبة خيط وحليلو. ألوغ فائزة المرتبة الثالثة هي فاطمة الزهرة طيان. فائز المرتبة الثانية هو حمزة بالقيدوم. والمرتبة الأولى في خيط وحليلو تعود لعبد الرحمن سلمي. برافو مبروك عليكم أبطال هيروزيوم. مشاهدينا حنا نتلاقاو السمانة الجاية إن شاء الله في حلقة جديدة من هيروزيوم. نطير بلا جناحات نكون الأروع نفوز ونبدع نغني أغنيات بالريشة نرسم تحدي نمثل أوبيرات نصنع شوكولاتة أعياد بشكل الفقاعات ولا نكون بيتزا يولو ولا نعزف عالجيلو نغمة فرحة إياو وانا هيرو
تحطوا على راسك تاج، إذا حلمك تكون أمير وتطلع على الأبراج، حب نشوفك تلعب تيرارات تيرارات، يلا معانا تلعب تعيش وتشوف الأمان.